واليوم غادي نشارك معكم كسكسو بالدجاج اللي كيجي رائع بالخضرة، كيجي زوين، كيجي بنين. المهم بالطريقة ديالي غادي نشاركو معكم بجميع التفاصيل، حتى كسكسو كيديروا تفوروه بالنسبة للبنات المبتدئات، وشوفوا لاصوص ديالو او المرق ديالو كي كيجي خاسر وكيجي زوين. المهم بقاو معايا باش تشوفوا جميع التفاصيل. عندي هنايا جوج بصلات او لا بصلة كبيرة البنات، نقطعهم بحال هكا شنين فات، البصله من الاحسن تكون شنين فات بحال هكا او لا سنانف، باش الا بغيتو تصفيو المرقه كتبقى البصله بوحديتها. هاد جوج مطيشات غادي نحكهم البنات، دوك جوج مطيشات مع هاد جوج بصلات. هنا البنات كما كتلاحظوا درت انا عندي صدر نتاع الدجاج قسمته على جوج، هادشي اللي بقى ليا، الا كان عندكم البنات الفخيده ديروهم، انا هادشي اللي بقى ليا في الدجاج هو اللي نديرو. غادي ندير ديك البصيله اللي قطعت معاكم، غادي ندير هاد جوج مطيشات اللي حكيناهم، غادي ندير واحد المعلقه صغيره نتاع التحميره، معلقه صغيره نتاع الخرقوم، نص معلقه صغيره نتاع الابزار باش ما يجيناش كسكسو حار، نص معلقه نتاع الكمون. ما تستغربوش هنايا من الكمون، ولكن الكمون كيتواتى مع الدجاج بزاف في كسكسو، كيجيب كسكسو من اروع ما يكون. معلقه صغيره عامره نتاع سكينجبير، المعلقه الثانيه حتى هي عامره نتاع سكينجبير، يعني في المجموع غادي نديرو جوج معالق تاع سكينجبير، حيتاش البنات السكينجبير هو اللي كيشكر الكسكسو. دير معلقه صغيره عامره نتاع قزبر يابس ومطحون، كيتواتى بزاف مع الكسكسو. المهم انا قزبر يابس كنستعمله في كل شيء حيتاش عنده فوائد كثيره، ومن هذا الشيء كامل كيجيب الماكله بنينه بزاف. معلقه صغيره نتاع الملحه، عندنا واحد جوج وريقات نتاع الرند كيتواتوا بزاف في الكسكسو، كيجي عطيه واحد المذاق زوين وما كيجيش كاع باين ديك الورقه بلا دايرينها هنايا في الكسكسو. وغادي نضيف الزيت، كاس لاروب نتاع الزيت، بغيتو ديروها روميه ديروا الروميه، بغيتو ديروها مخلطه ديروها مخلطه، انا غادي ندير هنا غير البلديه. صافي رد هادشي هذا يتشحر على النار. هنا البنات انا غسلت هاد الكسكسو، هذا كنت درت 400 غرام تاع الكسكسو وغسلته، اللي هي ثلاثه الكيسان، هاد الكاس هذا ثلاثة منه البنات، هاهو كاس العنبة الكبير. هنا البنات كسكسو بعد ما نشف كما كتلاحظوا غادي ندير له واحد جوج معالق كبارين هكا نتاع الزيت، كديروا بحال هكا باش كاع دوك الحبيبات اللي كيكونوا ملاصقين كيتفرقوا. صافي دابا غادي نردو يتفور. هنا البنات كما كتجي طالعه الغليه في البرمه صافي كنردو الكسكسو هنا يتفور، يلا باش يجي قد قد هو الدجاج. هنا البنات غير واحد شويه نتاع الزبيب هو اللي كان باقي لي، درت معاه شويه الماء وغادي نخليه كيتسلق حتى التالي منين غادي يطيب غير يتنفخ، غادي نضيف له واحد شويه المريقه وشويه القرفه وشويه السكر سنيده ونخليه يتعسل ديك الساعات. هنا البنات كي كنلقاوه طالع فيه الفار بحال هكا كيفور صافي كيطلع بحال هكا البخار معاه، صافي ديك الساعات الكسكسو راه موجود. غادي نحيدو دابا،
هنا البنات انا عبرت لكم يطرو باش تشوفوا بشحال غادي ندخلوا نتاع الماء. هنا واحد المعلقة صغيرة نتاع الملحة، هنا البنات انا وجدت قصبر ومعدنوس اللي شديت وربطته بحال هكا، درت جوج خيزويات، درت واحد شويه نتاع هاد القرعه الحمراء، ودرت هنا جوج كورجيطات، هنا نص كيلو انا نتاع القرعه الحمراء اللي درت. صافي نغطيو عليها الطيب. هنا البنات بعد ما نشف ليا الطعام بحال هكا كيشرب داك الماء اللي كنا درناه فيه، صافي كنفكوه بحال هكا غير بشويه بشويه، كنفكوهم دوك الكويرات اللي كيكونوا ملاصقين مع بعضياتهم. صافي هذا نردو دابا يتفور، عاود التفويره الثانيه. هنا البنات ها هو فرط التفويره الثانيه. وهنايا من بعد ما تفورت التفويره الثانيه حطيته كما لاحظتوا، بديت كنصايب فيه وحيت الدجاج، حيتاش الدجاج البنات راه طاب. غادي نديرو في واحد اللاطه، غادي ندير له واحد شويه الزيت وندخلو للفران كيتحمر، ونخلي المرقه باقا كطيب هي والخضره. المهم هو كسكسو البنات نشف، صافي غادي نردو يتفور التفويره الاخيره. وهنا شوف عبرت لكم نص يطرو اللي دخل ليا نتاع الماء تقريبا، المهم قلل شي شويه حيتاش كل نص كيلو البنات نتاع الكسكسو راه كيدخل نص يطرو نتاع الماء، وكل كيلو كيدخل يطرو نتاع الماء باش تكونوا عارفين العبار. تاليا البنات كما كتلاحظوا ما غاديش نغطي الكسكسو من الفوق، غادي نخليه بحال هكا عريان حيتاش التفوره التاليه دغيا دغيا كنساليوه، غير كتجي طالعه فيه الفوره صافي كنحطوه كيكون ديك الساعه طاب. وهنا من بعد ما شربت ليا ديك المريقه كنت راضه هكا تشرب، المهم حتى تشوفوها وقفات ديك المريقه، عاد غادي نضيف ليها هنايا معلقه نتاع سكينجبير باش كتبقى ديك الريحه نتاع سكينجبير باينه. المهم كيعطيها ديك المعلقه نتاع سكينجبير فاش كنديرها في الاخر كتعطيها واحد اللذه وواحد البنه، المهم ما نقولش لكم كتجي زوينه. انا ديما كندير هاد الاضافه هذه اضافه اخيره. صافي من بعد ما تفور ليا كسكسو التفويره الثالثه حطيته بحال هكا باش غادي نقدمه. انا كندرت هنا تقريبا واحد ثلاثه المعالق كبار نتاع الزيت البلديه، اللي بغات دير السمن دير معلقه صغيره نتاع السمن، انا ما كيعجبنيش السمن البنات بزاف، كيعجبني نديرو مع الدجاج بحال هكا محمر، ولا الا كان الدجاج يعني بالتفايه ولا اللحم بالتفايه عاد كندير السمن، اما هكا مع الخضره كنديري الزيت البلديه كيجي زوين. صافي هكا الطعام انا البنات غادي بحال هكا تفركتو شي شويه مزيان غير بالمعلقه باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات هكا مجمعين مع بعضياتهم، وكنحطهم في الطبسي بحال هكا نتاع التقديم اللي غادي نحط فيه. صافي وكنسقيه بالمرقه هي الاول، عاد غادي نبدا كنستف عليه الخضره، ماشي حتى كنستف الخضره عاد كنسقي المرقه باش كيجي الطعام المنظر ديالو زوين ما كيجيش مجعفن. المهم كندير بحال هكا كما قلت لكم، المرقه الاولى هي الاولى كنسقيها، عاد كنشد واحد الصفايه كنبقى كنصفي الخضره بحال هكا كنصفيها، وفي نفس الوقت كنهز معلقه باش كنبقى نستفها، وكيجي داكشي مستف ومقاد، وكل وحده كيبقى التزيين ديالها والابداع ديالها. المهم انا كيعجبني نقاد بحال هكا الخضيره تجي مقاده. انا كما لاحظتوا درت غير القرعه وخيزو والكورجيت، انتما الا بغيتو ديروا حتى اللافت ديروها المكور، المهم اي خضره بغيتو تضيفوها ضيفوها. انا هادشي اللي كان عندي في الثلاجه يعني ما شقيتش عاد نمشي نشري، هادشي اللي كان عندي هو اللي درتو. صافي ديك الكورجيت كما لاحظتوا راكو شفتو قسمتها على جوج بحال هكا،
وهذا هو التزيين. وديك الورقه نتاع سيدنا موسى البنات كتجي زوينه، وكما قلت لكم راه المذاق ديالها راه ما كيجيش باين نهائيا، غير كتعطينا البنه الكسكسو صافي. الدجاج البنات انا راني كنت حيدته فاش كما لاحظتوا فاش كان طاب، ودرته في الفران، حمرته ودرت دهنته بواحد شويه الزويته الروميه ودرته في الفران كيتحمر بحال هكا. وهذا هو الشكل النهائي نتاع الكسكسو. هذه هي المريقه كنديرها مع في الزلافه، نقدمها مع الجنب، حيت انا الكسكسو كما لاحظتوا ما سقيتوش بزاف. كاين اللي كيعجبو يسقيه بزاف، انا ما كنسقيهش بزاف، كنقدمها بحال هكا في الزليفات، واللي بغى كيسقي ديك البلاصه اللي قدامه. انا كيعجبني الكسكسو يبقى ناشف شي شويه، ما كيعجبنيش مرق بزاف. وهذا هو الزبيب من بعد ما طاب البنات، زينت به بحال هكا مع الجوانب. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. اي تساؤل البنات كتبوه لي في التعاليق وان شاء الله نجاوبكم عليه. نخليكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.